السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم. في ناس كتير سألتني عن الوعد اللي أنا وعدته لكم بقبضة الدكتور محمد القفاص للعبة مصارعة الزراعين أو الريست أو الأرم ريسلينج أو البادي فير أو بيسموها في الدول العربية الكباش. فأنا طبعا عند وعدي أهي قبضة الدكتور محمد القفاص للعبة مصارعة الزراعين. أنا مسميها قبضة الدكتور محمد القفاص، أنت عايز تسميها أي قبضة سميها. ليه بقى أنا مسميها قبضة الدكتور محمد القفاص؟ لأني متأثر جدا بأفلام الفتوانة بتاعت زمان، فيلم المطارد بتاع نور الشريف اما قال له قبضه الناجي، قصدي نبوت الناجي، نبوت الناجي، وجايبين لك بقى ايه نور الشريف بقى وان هو ايه فتوى وبتاع، وهو اساسا يعني الله يرحمه. لا، انا عايز اللي يطلع في دور البطوله يكون راجل قوي بدنيا، طويل عريض دراعه كبير، مش مثلا جايب لي في فيلم من افلام البطوله افلام الاكشن جايب لي مصطفى قمر وبتاع، ولا جايب لي نور الشريف. لا، هات لي بطل يكون مقنع ليا، ازاي هيضرب الناس ده، وازاي هيدافع عن الحق، وازاي هيقف قدام الشر وهو مقفع كده. ما ينفعش. نرجع لقبضة الدكتور محمد القفاص. لما انت بتيجي تلعب ريست بتمسك قبضة اللعيب اللي قدامك بتبقى تخينة شوية، سميكة. لذلك أنا صممت القبضة دي إن هي تكون سميكة. هجيب قطعة حديد القطر بتاعها أو الديامتر بتاعها 4 أو 5 سنتي، وبعدين أخرمها من النص وعدي منها القبضة دي وأعمل لها فتحة من فوق، تمام؟ وهشتري قفل أهو، قفل زي كده، أحطها احطه في الواير اللي في الجيم، اخدها معايا الجيم، وبعدين العب، حط 5 كيلو والعب، 5 كيلو، 6 كيلو، احط 20 كيلو. منين ما 10 كيلو مثلا تبقى ضعيفه بالنسبه لي احط 15 كيلو، بعد كده ال 20 كيلو ضعيفه احط 25. دي بتمثل قوتك انسايد. مرست ده كذا اتجاه، اللي انسايد والاوتسايد واللي بريس كذا اتجاه، فدي كده بتعبر عن قوتك للانسايد. قبضة الدكتور محمد القفاص ده شكلها اهو، عشان اللي عايز ياخدها سكرين شوت ويعملها عند خراط ولا حاجة، اهي اهي اهي. ودي متحركة، تمام؟ وفي قبضات أخرى عديدة، قبضات أخرى مش هنخلص، قبضات للصبح، تمام؟ يعني مش هسيبكم إن شاء الله. وخلي بالك من نبوت الناجي، دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.